إذا مش غادي نمشي
بوجله وعجبني واحد التدخل ديال العربي، لان اللي قال لابد ان نتكلم بنقاش هادئ، ودافع هو كمدافع عن حرمه هذه الندوه. تحيه العربي، لان فعلا هو النقاش هادئ ورزين وسيسوق في مصلحه هذه المدينه. انا لابد باش ننشغل بسرعه الان، ربما اننا تكلمنا نتكلم كاين تدخلات غادي نكتبوا، ولكن لابد من تحديد واحد المجموعه ديال التوصيات من اجل ايجاد الموارد الماديه لانطلاقه موفقه، حتى لا تكون انطلاقه كانطلاقات التي تورط فيها الرؤساء السابقون رغم انفهم وبالتالي وجد انفسهم. اذا لابد من انطلاقه موفقه، وانطلاقه موفقه تقتضي الان ظهور السلطات والمؤسسات والفاعلين الاقتصاديين على الخارج. لماذا لم يفتح النقاش مع وكاله الاسفار ديما ديال طنجه ملايين ديال العبور؟ ربما اذا كان هناك نقاش مع القطاعات ديال الوكاله ديال الاسفار، وبالتالي تحديد بعض المساهمات من طرف الاوراق ومن طرف السيارات ومن طرف كذا، ولو بدرهم واحد ربما ستوفر ميزانيه قد تفوق 7 مليون درهم للوكاله ديال الاسفار. القطاع السياحي كذلك، المؤسسات الاقتصاديه، الميناء ديال طنجه. انا لا يمكن ان اقول بان شركه معينه خلات اتحاد طنجه ومشات تعاقدت مع جهه اخرى، هذا نظام ليبرالي. ربما جهات اخرى وضعت ملفا كان فيه الاقناع، ولكن الان لا بد من اقحام السلطات على هذا الخط، من حتى ان تكون التوصيات هي التوصيات هادفه. وانا اتمنى كما قلت في البدايه، سوري اذا طولت، على انه ما تكونش النهايه ديال الواقع ديال كره القدم مع نهايه هذه الندوه، ولكن ربما العمل الذي ستتحملونه انتم كقدماء ديال اللاعبين، الناس اللي غادي يمكن يحميو هذا الفريق، هذا هو العمل اللي يقوم يبدا من الان، ونحن على اتم الاستعداد من اجل دعمكم حسب امكانياتنا وحدود كذلك اختصاصاتنا وحضور واحد المجموعه ديال الرؤساء السابقين، وربما تعبير صادق وحتى من خلال التدخلات ديالهم على انهم يمكن يكونوا الى جانب هذا الفريق، ولكن لا بد كذلك من المحاسبه في نهايه المطاف. واتمنى ان تطالبون بتكوين ما يسمى بانشاء صندوق لدعم الرياضه، حتى نفصل كذلك ذلك الدعم المباشر، يكونوا ناس يصرفوا كيما يصرفوا، اللي ما يعطيهم كيما يصرفوا. وشكرا لكم. غادي نمشيو لاخر متدخل من جانب ياسر الدين، وبعد ذلك غادي نحاولوا ما امكن اننا يعني الصوره انها تكون تحت، وغادي نحاولوا اننا نركزوا على واحد المجموعه ديال النقاط، نقولوا شي 10 اللي غادي نحددوهم كتوصيات اللي غادي نصدروهم في بيان ديال هاد الندوه اللي غادي نخرجوا بها، واللي غادي نوجهوا للجهات المسؤوله. وشكرا للاخ صمدي، هو عطى واحد التوصيات اللي كنتمنى اننا حتى المرحله الثانيه. بعد ذلك غادي نكونوا كننتهيو في عجاله، غادي نتفقوا على 10 ديال النقاط كتوصيات. انا نعطي الكلمه للاخ سيف الدين، واللي غنطلب منه انه بيكون كل شيء حتى هو يكون بحاله بحال الاخرين، غادي يتعرف عليه هذا. وشكرا. الصحافة المحلية صحافة مجاهدة